Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. My dear friends, family members, supporters, donors, mashallah, today, beautiful Thursday morning here. We are in Lebanon on our second leg of our trip. And today, we have the blessed opportunity to come here in this Bekaa Valley to visit our school in the bus program. Together with our partners, Reed Foundation, we have managed to get a school in the bus, this school in the bus ready so that we can provide mobile education to the Syrian refugees who are staying in this valley. Assalamu alaikum. The School in the Bus program will provide the basic literacy and numeracy skills designed for refugee children in informal tented settlements. The program is aligned with Lebanon's educational standards, which, upon completion, will help students continue their education in Lebanon's formal educational system. بس هيدا المشروع خلاني فوت على قلب كل ولد، خلاني أعرف كل نفسيتهم، حتى فوت على عيالهم، على الخيام اللي لهم، أعرف شو هي، كيف أنا عم بقدر اجذب هالولاد لعندي، كيف قدرت اثر عليهم تعليميا وسلوكيا. بسكول ان اباس نحن عم نعطي الاولاد اللي بعدهم مش فايتين ابدا مدرسه، نحن عم نحاول نهيئهم من الصفر ليقدروا يفوتوا مدرسه مثلهم مثل اي ولد. بتمنى انه نوصل لمرحله يبطل في عنا اولاد برات المدرسه، نأهلهم، لو مش ما في مجال لهم بالمدرسة نحن نكون عم نساعدهم، عم نحاول نقدم لهم أقل شيء نقدر نفيدهم فيه إن كان لهم أو حتى لأهلهم. صاروا يعرفوا إنه يقروا ويكتبوا ويتعلموا، صار عندهم ورقة بيحبوا يكتبوا أسمائهم، يعني صار عندهم ردة فعل كثير منيحة، صاروا ما بدلنا بيلعبوا بالوصف والطين والهاي صاروا يحبوا يكتبوا أحرف يتعلموا. يعني عم نعرف نقرا ونكتب مشان بكره بس نكبر نصير احسن شيء. بس اجى على الباص بنبسط وانا بحب كثير المعلمات. تعلمنا الانجليزي، نعرف نكتب، تعلمنا الحروف الانجليزيه. بس اكبر حبيت صير مس دانيا والمصري. وبس اكبر بصير دكتوره بساعد الاطفال. مهندس معماري بصير حلمي انه مشان بس بروح على سوريا برجع بعمر بيتي اللي انهدم بسوريا.